فوز شوشي حارس مرمى فريق مولودية الجزائر من أنصار الفريق التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن العنف، واعدا إياهم بإسعادهم في الدربي غدا أمام شباب الأستاد. نشكر الشرطة نقولهم يعطيكم الصحة على المبادرة هذه، والعنف في الملاعب إن شاء الله مازلنا نشوفوه، ونديروا إن شاء الله نديروا اليد في اليد باش نحوا العنف هذا إن شاء الله، ونقول للاعبين كاع باش نكونوا كاع ان شاء الله يمدوا نظره مليحه لكره القدم الجزائريه ان شاء الله. على ربي احنا دوك حنا نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نكونوا واجدين ونديروا مقابله مليحه.